بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في موضوع قراءة القدم المترية ذات الساعة بتدريج 2% من المليمتر. في الشكل أمامنا هنا يوجد كاليبر ذو ساعة أو ما يسمى بالدايل الكاليبر. لاحظ مقدار حساسية هذا الجهاز أو هذه الأداة، هو ببساطة 2% من المليمتر. لاحظ هنا مقدار الحساسية مدون ومكتوب على الجزء الداخلي من التدريج الخاص بالساعة. لاحظ على جهة اليسار إشارة معناها أن المسافة ما بين أي شرطة وشرطة مجاورة، إذا تحركها المؤشر معناها أن الكاليبر إما يفتح أو يغلق بمقدار 2% من المليمتر. لاحظ قبل البدء بعملية القراءة واستخدام الكاليبر ذو الساعة يجب التأكد من ضبط صفر التدريج. إذا لاحظ هنا في هذا الشكل الكاليبر مغلق بشكل كامل، والمؤشر الخاص بالساعة طبعا يشير إلى التدريج رقم صفر. إذا نقول في هذه الحالة أن هذا الكاليبر مصفر بشكل صحيح. طبعا لاحظ هنا ببساطة لو قمنا بعد عدد التقسيمات أو التدريجات الموجودة على القرص الداخلي نجدها 100 تدريج. بمعنى آخر لو قمنا بفتح هذا الكاليبر بحيث أن المؤشر الذي يؤشر على الصفر يتحرك مع عقارب الساعة ويرجع إلى مكانه الأصلي مكان الصفر، كم تكون مقدار فتحة هذا الكاليبر؟ ببساطة نضرب عدد التدريجات الموجودة داخل الساعة وعددها 100، نضربها في مقدار الحساسية هذا الجهاز. إذا 100 مضروبة في 2%، إذا النتيجة تساوي 2 مليمتر. إذا هذه نقطة أساسية بالنسبة لهذا الكاليبر. إذا المؤشر إذا دار دورة كاملة إذا يتحرك الكاليبر أو يفتح الكاليبر مقدار 2 مليمتر. بمعنى إذا دار المؤشر مقدار نصف دورة فقط إذا يدور أو يفتح بمقدار 1 مليمتر. لهذا السبب لاحظ التدريج هنا، لكل نصف تدريج يبدأ التدريج من الصفر وينتهي بالصفر، إذا هنا أول 1 ملي. أما إذا تحرك في النصف الثاني من التدريج فيتحرك في الملي الثاني. إذا هذا فهم موضوع التدريج الخاص بهذا الكاليبر ذو الورنيه. لنتعرف على استخدامات الكاليبر أو القدمة الرقمية ذات الساعة، لاحظ كل الكاليبرات بلا استثناء سواء كانت بورنية أو بساعة أو كانت ديجيتال بمعنى رقمية لها نفس الاستخدامات. الاستخدام الأول هو استخدام للقياسات الخارجية، على سبيل المثال الأقطار الخاصة بالبيل، هنا نستخدم هذا الكاليبر لقياس القطر الخارجي لبيليا. لاحظ هنا يمكن استخدام الفكوك الخاصة بالقياس الداخلي للقياسات الداخلية. لاحظ هنا نقيس القطر الداخلي للبيليا. أيضا يمكن استخدام محدد قياس الأعماق لقياس ارتفاع قطع معينة أو قياس لعمق معين. ويمكن أيضا الاستخدام الرابع هو ما يسمى بالستيب ميجرمنت أو القياس المدرج من خلال ظهر الكاليبر من الخلف. لاحظ نستخدم حافة القطعة المنزلقة لقياس ارتفاع أو عمق قطعة معينة مثل الشكل الموجود أمامنا. لاحظ كما تحدث في البداية قبل استخدام هذا الكاليبر يجب أن نتأكد من ضبط تصفير الكاليبر. إذا لاحظ هنا الشكل العلوي الكاليبر مغلق بالكامل، إذا يجب أن تكون مقدار القراءة هي صفر. إذا لاحظ تكون الحافة أو حافة القطعة التي تحتوي على الساعة هي المرجع بالنسبة لقياس المسطرة أو التدريج الأساسي. لاحظ بالنسبة للتدريج الأساسي في النظام المتري أو في الكاليبر بالنظام المتري، لاحظ عبارة عن مسطرة مقدار الدقة فيها 1 مليمتر.
بالنسبة للساعة، لاحظ المؤشر هنا لا يشير إلى الصفر. إذن ببساطة ندير هذا البرغي في الأسفل. لاحظ عندما ندير هذا البرغي باتجاه عكس عقارب الساعة يتحرر الإطار الخارجي هنا، فيمكن تدوير الإطار الخارجي، وعند تدوير الإطار الخارجي يتحرك الإطار ويتحرك التدريج، يدور التدريج، بينما المؤشر يبقى في مكانه. إذا ندير الإطار حتى يحاذي المؤشر التدريج صفر على الساعة. إذا لاحظ هنا في الشكل السفلي، هنا المؤشر قبل عملية التصفير، وهنا الحالة الثانية هي بعد عملية التصفير. إذا هذه أول خطوة يجب القيام بها قبل إجراء أي عملية قياس باستخدام هذا الكاليبر. دعونا نفهم كيف نقرأ هذا الكاليبر. ببساطة لاحظ، تحدثنا أن المسافة التي يقطعها المؤشر بين إحدى الشرطات داخل الساعة والشرط المجاور لها، يكون المؤشر أو الكاليبر قد فتح بمقدار 2% من المليمتر. إذا لاحظ هنا كيف نقرأ شرطات الساعة الموجودة داخل الساعة. إذا لاحظ الشرطة الأولى، هذه الشرطة تقرأ 2%، الشرطة الثانية 4%، الثالثة 6%، الرابعة 8%، والخامسة 10%. إذا الشرطة رقم 20، لاحظ تقرأ 20%، الشرطة رقم 30 30% من المليمتر. إذا لاحظ هنا المؤشر يشير إلى هذه الشرطة. إذا نقرأ هذه الشرطة، إذا لغاية هذا الخط 30%، إذا 32%، 34%، إذا 36% من المليمتر. إذا هذا قراءة هذا الكليبر. نقول قراءة هذا الكليبر هو ببساطة 36% من المليمتر. لاحظ هنا بالنسبة للحافة للجزء المنزلق الذي يحتوي على الساعة، يعتبر هو المرجع بالنسبة لقياس التدريج الأساسي على المسطرة. إذا لاحظ هنا القراءة لم تتجاوز 1 مليمتر، إذا القراءة أقل من 1 مليمتر. متى تصبح القراءة 1 مليمتر؟ إذا استكملنا فتح هذا الكاليبر وجاء هذا المؤشر باتجاه هذا الخط، خط الصفر في الأسفل. إذا حافة القطعة المنزلقة تشير إلى التدريج 1 مليمتر. بالنسبة لهذه القراءة، لاحظ هنا هذا هو المرجع، الحافة الخاصة بالقطعة المنزلقة، نقرأ منها المليمترات الكاملة الموجودة على التدريج الأساسي. إذا لاحظ هنا، لو انتبهنا، حافة القطعة المنزلقة تتجاوز هذه الشرطة، وهذه الشرطة هي 12 مليمتر. إذا القراءة أكبر من 12 مليمتر وأقل من 13 مليمتر. إذا حتى نقرأ مقدار القراءة بعد 12 مليمتر بمعنى الدقة، نقرأ ساعة القياس. لاحظ هنا المؤشر يشير إلى الرقم 32%، إذا 12 و32% من المليمتر. لاحظ الخطأ الذي يمكن أن يحدث هو أن تقرأ الشرطات بزيادة بمقدار 1% من المليمتر. يجب الانتباه إلى هذه النقطة، الشرطات تقرأ بمضاعفات 2% من المليمتر. بالنسبة لهذا الكاليبر، لاحظ حافة الجزء الذي يحتوي على القطعة المنزلقة التي تحتوي على ساعة تجاوزت خط 34 مليمتر. إذا نقول قراءة التدريج الأساسي هي 34 مليمتر. بالنسبة للدقة، نحصل الدقة من قراءة الساعة. إذا لاحظ هنا المؤشر يشير إلى 80%. إذا نقول القراءة هي 34 و80% من المليمتر.
بالنسبة لي هذا الكاليبر، لاحظ هنا نقرأ أولاً التدريج الأساسي، نعتبر هذه الحافة هي المرجع أو هي الأساس في قراءة التدريج الأساسي. لاحظ هذه الشرطة الطويلة مكتوب في أعلاها 4، 4 هنا المقصود بها 4 سنتيمتر بمعنى 40 مليمتر. إذا آخر خط موجود على التدريج الأساسي قبل الحافة هي 42، إذا نقول قراءة التدريج الأساسي هي 42 مليمتر. أما بالنسبة لأجزاء المليمتر فتقرأ من الساعة، إذا لاحظ هنا المؤشر يشير إلى المنطقة بين 70 و80% من المليمتر. إذا نقرأ هذه الشرطة، لاحظ هذه الشرطة 72%، الشرطة الثانية هي 74%، إذا الشرطة الثالثة هي 76% من المليمتر. إذا هذه هي قراءة هذا الكاليبر. إذا لاحظ هنا القراءات بشكل عام، بعد الفاصلة العشرية يوجد لدينا منزلتان، بالنسبة للمنزلة الثانية إما تكون 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8، بمعنى 0 أو مضافات الـ2. هذا السؤال مطلوب قراءة هذا الكاليبر ذو الساعة. لاحظ هنا ننتبه إلى الحافة، نجد آخر خط تجاوزتها الحافة، إذا نقرأ هذا الخط على التدريج الأساسي. لاحظ هنا الاثنان، هنا المقصود بها 20 مليمتر، هنا 25 مليمتر. إذا الحافة للقطعة التي تحتوي على الساعة تجاوزت 27 مليمتر، إذا نقول 27 فاصلة. نقرأ الآن المؤشر داخل الساعة، إذا لاحظ المؤشر داخل الساعة يشير إلى التدريج 18%، إذا 27 و18% من المليمتر. مطلوب قراءة هذا الكاليبر ذو الساعة. لاحظ هذه الحافة هي المرجع في القياس. لاحظ الحافة هنا تشير إلى الشرطة رقم 25 مليمتر. إذا هل القراءة أكبر من 25 مليمتر أم أقل من 25 مليمتر؟ بمعنى هل نقرأ شرطة 24 أم نقرأ شرطة 25؟ لاحظ الذي يحدد الإجابة على هذا السؤال هو موقع المؤشر الموجود داخل الساعة. إذا انتبهنا على المؤشر الموجود داخل الساعة، لاحظ يشير إلى الصفر، إذا نقول هنا القراءة ببساطة هي 25 مليمتر كامل. لاحظ يفضل كتابتها 25.00 حتى نبين أن هذا الكاليبر يقيس بمنزلتين عشريتين. مطلوب قراءة هذا الكاليبر ذو الساعة. لاحظ أيضا هنا يجب الانتباه لمثل هذه القراءات. لاحظ هذه الحافة تبين الرقم 5 أو بمعنى 50 مليمتر، ولكن هل الحافة تجاوزت خط 50 ملي أم هي 50 مليمتر بالضبط أم هي أقل من 50 ملي؟ طبعا الذي يجيب على هذا السؤال هو المؤشر الموجود داخل الساعة. لاحظ المؤشر الموجود داخل الساعة تجاوز الصفر في الأسفل، إذا نقول القراءة تجاوزت 50 مليمتر، إذا نقول 50 فاصلة. لاحظ الشرطة الرابعة بعد الصفر، إذا كل شرطة 2%، إذا نقول 8%. إذا لاحظ هنا 50 و8% من المليمتر. لاحظ لننتبه هنا كيف تكتب 8%، نكتب صفر قبلها. مطلوب قراءة هذا الكاليبر ذو الساعة بحساسية مقدار 2%. بنفس الطريقة هذه الحافة هي المرجع، لاحظ
تجاوزت هذه الشرطة على التدريج الأساسي. هذه الشرطة قراءتها هي 27 مليمتر، إذا قراءة التدريج الأساسي أو المسطرة الأساسية هو 27 ملي. أما بالنسبة للقراءة بعد الفاصلة العشرية، طبعا نحصلها من قراءة المؤشر على الساعة، إذا المؤشر يشير إلى 60% من المليمتر. إذا القراءة الكلية هي 27 و60% من المليمتر. إذا هذا كل ما يتعلق بالكاليبر ذو الساعة الذي يقيس بتدريج مقداره 2% من المليمتر، أو نقول يقيس بحساسية مقدارها 2% من المليمتر، من حيث الأجزاء التي يتكون منها، من حيث الاستخدامات، من حيث طريقة تصفير هذا الأداة، ومن حيث قراءة هذه الأداة. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.